إذاعة مندرة أف أم هي واحدة من الإذاعات اللي تلقوا فيها أمور تمنة كل ثلث سبت مشهر من نصف النهار الماضي ساعة في بث متزامن مع دريم أف أم نفزاوة أف أم عليسة أف أم وسيليوم أف أم. البث متزامن على جميع الإذاعات، ولكن كل إذاعة عندها أمور تهمنا ويطرح المواضيع اللي تمس الجهة والمنطقة هذيك. كما قلنا لكم في برنامج أمور تهمنا باش نطرحوا القضايا والمشاكل اللي تهم المواطن بصفة مباشرة، واخترنا باش نحكيو على شبكة الحديدية السريعة إغفاغ، وتحديدا على الخطين اللي يمتدوا من دولس العاصمة المنوبة والسيدي حسين. أما قبل باش نبدأ مع موضوع الحرائق اللي مس برشا ولايات في المدة الأخرى، وبنزرت كانت واحدة منهم. شنية أسبابها؟ قداش حجم الخسائر؟ كيفاش نتوقعها في المستقبل؟ وخاصة كيفاش نعوضوا الخسائر هذه؟ هذا الكل باش نحكيو فيه مع ضيفنا السيد حسام حمدي، واحد من أحباء الطبيعة، ناشط بيئي وصاحب حملة شجرة لكل تونسي، واللي يحضر معنا عبر الهاتف. مرحبا بك سي حسام، وشكرا لك على قبول الدعوة. عايشك ومرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين ومرحبا بأهلي كيف النظر. شكرا. ميرسي بوكو سي حسام. اما قبل ما نبدا حديثنا معاك، نسمعوا تصريح للسيد عبد ستار بالخوجه، مهندس رئيس دائره الغابات ببنزرت، باش ناخذوا معاه اكثر تفاصيل ومن بعد نرجعوا لكم. كما برشا ولايات في الجمهوريه، جندوبه، سليان، الكيف، لانه لاحظنا تزايد الوتيره هذه خلال الفتره الاخيره، حيث سجلنا 42 حريقه اتت على 612 هكتار. كي نقارنوها في نفس التاريخ عام 2020 تم تسجيل 32 حريقه اتت على 370 هكتار. عندنا ثلاثه انواع، يعني ثم اللي تحرق لك هشي من الارض نسميه اللي تير كو سوبرفيسيال، ثم اللي احراج غابيه الماكيه ذيك تتكلم الذر والريحاني الى اخره، وثم الاشجار بروبروموندي، واشجار بيدها زوز اصناف، هي ورقيه هي صمغيات. السنة الحاجة الخايبة كوني نسبة 50% من 612 هكتار هذوما قلنا عليهم أشجار. على التوالي في سجنان عن حريقة كبيرة في أتت على حوالي 250 هكتار، حريقة متاع غابة النظور اللي هي أتت على حوالي 80 هكتار، وغابة غار ملح هي على حوالي 150 هكتار. شكرا سي عبد ستار بالخوجة على التصريحات اللي عطاهم لنا. ونرجع معك سي حسام، كما قلنا باش نحكيو على الحرائق اللي صارت المدة اللي فاتت في مناطق مختلفة من ولاية بنزرت وفي برشا ولايات أخرى. أما كان نحكيو بصفة عامة، هل تعتبر الظاهرة هذه متفشية في تونس وإلا لا؟ بطبيعة هي ماهيش أول مرة، حتى المتابع معناها كان نشوفوا حتى فيما بعد الثورة ولا حتى قبل، معناها كانت الحرائق موجودة بصفة مسترسلة. استفحت معناها بعد الثورة معناها لعدة اعتبارات، ثم اعتبارات مناخية وثم اعتبارات معناها تدخل في خانة الجنايات وخانة الإجرام صح التعبير. هنا العام الصيني الحق كانت أكبر، المساحة أكبر، لكن الحرائق غير، وحتى في ولاية بنزرت أو في سجنان صاروا قبل في 2017 صاروا في برشا محيطات من ولاية بنزرت، لكن أقل حدة صح التعبير وعلى مساحة أقل مما هو. لكن الصيني كان حقيقة معناها كانت حرائق مهولة برشا. ممكن البعض يعدل بالتغير المناخي وغير جدا معناها في خضم اللي صاير، معناها خاصة لنا احنا تونس والجزائر وبعض المناطق معناها حاليا تحت قبة حريقية برشا. أيضا هناك بعض السلوكيات لبعض المواطنين اللي تساهم معناها للأسف في انتشار هذه الحرائق، مثل صغير مثلا، حتى يكفي أنه حتى قارورة بلورية تكون موجودة معناها في أشعة الشمس ومع معناها دي معناها أوراق جافة من أشجار هذه تنجم تسبب في حرائق. وايضا هناك منها معناها مفتعله، معناها ممكن ثم ناس تغلط الوضع قالت معناها اللي ثم برشا حرائق برشا ورق، او كان نحطها قايتها معناها على احتباس حراري ولا على الاخر. سي حسام، معناتها الحرائق هذه تنجم تكون بصفه طبيعيه معناتها وتصير، وتنجم زاده تكون اللي هو الاغلب معناتها والارجح هي مفتعله، يعني تنجم تكون بصفه طبيعيه معناها على مشكل مناخي، يعني تنجم تكون زاده بصفه معناها عن غير قصد، مثلا معناها انسيدون، معناها مثلا انسان يطيش بونطه نتاع سيجاره، ولا مثلا يعمل مخيم كشفي صغير وما يطفيوش مثلا النار، ولا حتى بعض النوفيات مثلا كيف القوارير البلوريه واللي هي موجوده برشا للاسف معناها في غاباتنا، تنجم تكون تسبب معناها في حركه. ثم ايضا هناك من يريد مثلا تغيير الصبغه نتاع الارض، هيك مش كون يحب يغير الصبغه الارضيه الارض غابيه الى ارض معناها الى ارض فلاحيه او الى عقار او الى معناها مشروع ما، ولهنا معناها مربط الفرس صحة التعبير. المهم ياسر هذا ونوجه ندائي معناها كافة متسكنين ولاية بنزرت. ايوا مش صحيح سي حسين، معناها حتى إذا كان الأشجار في الغابة تحرقوا مش معناها الصبغة نتاع الأرض تتبدل، يمكن هذا ما يعرفوش العباد. لا ما يعرفوش العباد، ما ثم شكون احنا في خضم احنا تجاوزات القانون معناها عدة مرات، نعرفوا احنا معناها معناها عملية معناها البناء في أراضي غابية صار أكثر من مرة،
الروعة مثل الكر والفر بين السلطة التنفيذية وبين بعض النفيذين اللي ما ينجموش يمتثلوا القاعدة هذه اللي كنا ذي واقع موجود. اي لهنا هل انه الدولة قاعدة تتدخل بطريقة ناجعة في الوقت المناسب وقت اللي يصيروا الحركة ذيما والا لا؟ ولا يشوف هو يختلف التقييم الناجعة ما نشوف الناجعة في إخماد الحريق معناها لو ما اللي فيها. لكن توا المهم برشا كيفاش شني أولا يلزم كيفاش نتفاداو حرائق أخرى. خاطر مازال ثم غطاء غابي وهذا مهم ياسر زاد مش معقول احنا كل عام انا كناشط بيئي ومشارك في عمليه التسجيل مش معقول كل عام نلقاو الحرائق هذه بكميه هذه. ديجا سي حسام كنت قلنا الثروه الغابيه اللي نخسروها في الحرائق كل عام قديش تحب لنا وقت باش نعوضهم؟ هو شوف هو كي بعد كل معناها ما تصير حريقه ثم ايفالويشن نتاع معناها نتاع نتاع الليغا نتاع كل شيء ثم تنجم تصير مثلا الغابه بصفه طبيعيه تعاود لسوريجين مثلا الملكة مثلا بعض الغابات اللي فيهم شجر الصنوبر والبذور نتاعها تهبط وتعاود تطلع مره اخرى وثم ايضا معناها كما نقولوا تستنى عام وبعد تبدا في عمل التسجيل معناها دونك ديجا ديما العمل التسجيل تاخذ بين عام وبعد عام وقتين نقيموها لان نجموا نمشيو في عمل التسجيل بالنسبه للغابه هذه ولا لكن اونتر تون التحدي لازم الناس الغابية تكون فايقه معناها اذا كان يراو اي تجاوز ولا يراو اي مثلا يراو بني معناها مدينه ولا يراو اي تقليع معناها بغايه البناء مثلا كذا يلزم اهالي المناطق المحاذيه والتحديد اهالي المزاد يلزم يصفوا صف واحد معناها ضد معناها التجاوز. يعني سي حسام وعي المواطن لهنا حاجه ضروريه. حاجه ضروريه مهمه برشا ونطلب طلب خاطر احنا ديجا عندنا حمله بتاع تسجيل نطلب طلب معناها بالحق انا نطلب بكل لطف معناها من الناس الكل باش تنخرط معناها ما تكونش معناها رياكسيون ممكن خاطر توا صارت مشكله هذا اللي بعد عام ولا ست شهور ننساو اللي كانت عندنا حرام الناس الكل نحاولوا نخدموا باش نحاولوا نرجعوا الغابات هذه الى ما كانت عليها بل وعلاش لا زاد نزيدوا مساحات غابيه معناها انا نجم نعطيك رقم صغير احنا تونس في بلدنا مشكل غايه مناخي كبير ياسر لكن للاسف احنا توا اقل من 30% معناها حافظ غبير عندنا هي اقل من 30% مما كانت عليه قبل الاستقلال. وهذا رقم خطير برشا برشا بيظل من حق الاجيال القادمه معناها نخلو لها هواء نظيف نخلو لها مناخ معناها متوازن واللي مهم ياسر اني نخلطوا اكثر ما يمكن في عمليه التسجيل. سي حسام انت كنت قبل قمت بحملات تسجيل المناطق المتضرره من الحرائق. على هذاك حبيت نسالك معناتها فما مشروع حمله جديده توا نصلحوا بها الخسائر اللي صايره توا؟ اكيد اكيد احنا باش نبداو ابارتير من شهر اكتوبر معناها حتى معناها تبدل سنوات معناها ماهيش هو في معناها ايميديتمون باش نبداو نسجلوا يلزم الساعه نتواصلوا مع الخبراء صلب الاداره معناها اداره الغابات واحنا ديجا نتعامل معهم في تعاون وثيق هم يقولوا لنا مع خاطر في التسجيل يلزم حاجتين اولا التسجيل يلزم ينجح وما يلزمش يكون التسجيل هذا يكون يتسبب في كوارث اخرى وايضا التسجيل يلزم يحافظ على التنوع البيولوجي، معناها مثال صغير ما نجمش انا مثلا نسجل شجره اللي هي خارجه ولا داخله على معناها النظام الايكولوجي الموجود، لذا يلزم يتم التنسيق مع الخبراء، معناها ننصح حتى الجمعيات اذا كانت باش تنوي تقوم عمليات يلزم تنسق مع الخبراء صلب اداره الغابات الموجودين معناها مشكورين باش نحاولوا نسجلوا ونرجعوا خبرك كيف كان. المواطنين والا الجمعيات اللي حبوا ينخرطوا معاكم في الحمله هذه وين يجموا يلقاو اكثر تفاصيل؟ كيفاش نجموا نعرفوا؟ يلقاو التفاصيل على الصفحه تاع سولي جرين اللي هي فيها الحملات الكل ونطلب منكم بكل لطف كيف نجموا حتى تحطوا معناها في كاين عندكم على مستوى الصفحه تاع اكيد شكون متابعين للحمله هذه. سي حسام سي حسام الدولة يعني طيلة السنوات الماضية هل كانت شريك فعلي في الحملات هذه التوعوية وحملات التسجيل وغيرها وإلا كان فما نوع ممكن من التراخي من قبل الدولة؟ شوف ثم الغفل ثم السمين معناها الأكيد الناس اللي خدمنا معهم كان ثم نوع من الجدية وكان ثم نوع من التشاور حتى إذا كان ثم هناك اختلافات معناها الحاجة فهي اختلافات معناها عملية وفي صالح المشروع سواء من طرفنا أو طرفنا لكن الناس اللي خدمنا معهم ما لقينا منهم كان الجديه والحمد لله. وثم بلايص للاسف ما نجمناش نوصلهم لغياب التفاعل او حتى في تدخل في معناها في امور البيروقراطيه. احنا نتمنى ان تكون اداره الغابات وخاصه على مستوى المنال تكون مفتوحه للجمعيات الجاده هذا مهم برشا ونأكد عليه للجمعيات الجاده. نطلب منهم زاده ايضا باش يتابعوا زاده الجمعيات اللي هي قاعده تشجر معناها زاده مش معقول احنا في عيد شجره مثلا نعطيهم شاتل وبعض يزرعوهم نابورت او ولا نابورت كومون فهمتني والشجره هذوك معناها بعد ما يعيشوش للاسف.
واضح. أكيد إحنا من المنبر هذا نوجه رسالة إلى كل العبد يحب يتطوع، كسوا جمعيات وإلا أفراد، باش على الأقل تكون الجهود متوحدة. سي حسين، للعبد اللي يسمعوا فينا توا، شنية النصائح اللي تحب تعطيها لنا باش نتفاديو حدوث حرائق في المستقبل ونحافظوا على بلادنا خضرة كيما عرفناها؟ يعطيك الصحة في السؤال هذا، أنا كنت تسمى فيه خطر مهم ياسر. ثم حرائق مفتعلة معناها بسبب تصرف إنساني، بسبب انتهاء إنساني. لذا مهم برشا أول حاجة مثلا يعيشكم حتى مثلا في على السوق مع الطريق، مثلا كنت تعبون تنفع دخان ولا كذا، مع شي فيش مثلا في الحالة ذيك راه تنجم ريح يهزها، تنجم تكون قريبة محاذية للغابة، محاذية الأوراق الجافة، تنجم تسبب في حرائق. ايضا على مستوى مثلا الاسف المستهلكين، معناها بعض المشروبات ويخليوا القوايل ويخليوا النفايات نتاعهم، لو برشا نفايات مثلا كيف البولار كيف الالمنيوم ولا كذا، بالانعكاس في اشعه الشمس ينجم يتسبب في كوارث. حتى الورق مثلا نجم، حتى الشمس مثلا ينجم يكون هو مساهم زاده باش الحرائق هذيك تنتشر. اذا يعيشكم حتى كي يمشيوا يخيموا في حال معناها ما تشعل، معناها النار حطوها في بلا ما تشعلوش النار. ايضا النفايات نتاعكم تحاولوا تهزوها، معناها ما تخلوهاش في وسط الغابه، هذا مهم برشا. وحاجه اخرى معناها ديما مثلا التبليغ، مثلا اذا كان تصير مثلا ثم بعض تصير مثلا حتى حريقه صغيره ولا كذا، ما يستاهلش لها مثلا من يراو حاجه في المتعديه، يحاولوا يكلموا معناها الحمايه المدنيه، يكلموا مصالح مختصه معناها. واضح واضح سي حسام، شكرا لك سي حسام الناشط البيئي على تدخلك معنا اليوم. ميرسي بوكو، ان شاء الله ربي يعاونكم في الحملات اللي تعملوا فيها، وان شاء الله كلنا نساهموا في انه نرجعوا تونس خضراء مره اخرى. واحنا باش نخرجوا فاصل غنائي ونرجعوا لكم. امور تهمنا، تقديم رنا عماره، احمد ساسي ووسيم حمادي، من نص نهار حتى الماضي ساعه على المندرة اف ام. رجعنا لكم في الجزء الثاني من حلقتنا في برنامج أمور تهمنا على إذاعة المندرة اف ام بالشراكة مع مبادرة مناظرة، واللي اخترنا باش نحكيو فيه على واحد من أهم المشاريع اللي تعملت في قطاع النقل في السنين الأخرانيين. نحكيو هنا على الشبكة الحديدية السريعة إرافير، وتحديدا على الخطين اللي يمتدوا من تونس العاصمة المنوبة وتونس العاصمة سيدي حسين. على هذاك باش يكون حاضر معنا السيد جمال فرشيشي، المكلف بالاعلام في شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة إرافير. لكن قبل هذا خلينا ناخذوا راي مواطنين من سيدي حسين ومنوبة بخصوص المشروع، وبعد نرجعوا للحوار مع ضيفنا. والله من أهم الانتظارات اللي ننتظروا فيها نحن كمتسكنين سيدي حسين القطار السريع لرافير، انه هو باش ينقص لنا نسبة الضغط على وسائل النقل العمومي، كيف باش ينقص لنا معناها نسبة الضغط نتاع الازدحام نتاع السيارات وتعطيل حركة المرور، وخاصة في مفترق بن دحة اللي هو فيه ظاهرة كبيرة نتاع سرقة وبراكاجات. ننتظروا زيادة من القطار السريع هذا نوفر لنا خدمات ذات جودة عالية، زيادة تكون التسعيرة نتاع التذكرة مش عالية برشا وتكون في المتناول نتاع الجميع، على خاطر برشا عباد نعرفوها تخدم بعيد، عباد تقرا بعيد، كانت سبب نتاع انقطاع نتاعهم عن عمل واللي راسه هو وسائل النقل. ان شاء الله معناها وفرونا زيادة حماية أمنية باش نحافظوا عليه، وان شاء الله يوفرونا برشا حاجات مضيفة للمنطقة نتاعنا. احنا نستناو فيها عنا مدة كبيرة، على حد علمنا كنا نتصوروا انه باش يدشن في 2016، لكن لليوم ما كملتش تهيئته العديد من الاسباب المجهولة، والحمد لله مؤخرا علمنا انه باش يعملوا لنا محطة في القبعة، اللي هو خبر معناها هايل برشا، وهو معناها من الحاجات اللي باش تسهل العيشة متاع المواطن اللي في الحومة. هذا كان رأي زوز من المتساكنين من نوبة وسيد حسين، انتظاراتهم وتساؤلاتهم بخصوص مشروع القطار السريع. وللإجابة على التساؤلات هذه نستقبل معنا السيد جمال الفرشيشي، المكلف بالإعلام في شركة تونس للشبكة الحديدية، اللي يحضر معنا عبر الهاتف. عسلامة سي جمال. سيدي مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعيكم. شكرا لك على قبول الدعوة سي جمال. سي جمال خلينا نطلق معك بلمحة عامة على المشروع، كنا تقولنا وقتاش انطلق المشروع هذا وقديش فيه من خط. تقريبا المشروع هذا معناه بداوا يحكيوا عليه، خلينا نقولوا اول مجلس تجاري مضيق صار المشروع هذا في 2009. الاشغال تقريبا بدات في بعد الثوره، معناه بعد سنوات من الثوره تحديدا، الموعد من بعد سنوات من الثوره. الموضوع المشروع هذا يضم خمسه خطوط.
الجزء منقسم الى جزئين مبدئيا. الجزء الاول نتاعو فيه الخط او والخط دي. الخط او اللي هو من تونس زهروني زهور زهروني والسجومي، والخط دي اللي هو تونس من نوبة القباع والميل. هذا في جزء الاول. الجزء الثاني نتاعو اللي هو باش يكون محل معناها جلسه اخرى ومحل نقاش اخر لاخذ الموافقات انطلاق الجزء الثاني، ثم تونس برج تبرية، تونس لينيسي، هذا تونس بير الخطا فوشان المحمدية، ثم على برجل تونس برجل مونبليزير معناها أريان الشمالية. تقريبا هذه هي المكونات نتاع المشروع. نقعدوا مع الخطين نتاع منوبة وسيدي حسين اللي هما حاليا في طور الإنجاز. كنت نجم توضح لنا سي جمال وين وصل تنفيذ زوز خطوط هذوما ووقتاش ينطلق العمل الفعلي نتاعهم؟ خلنا نبداو احنا اللي يهمنا في المرحله الحاليه هو وين وصل الانجاز اكثر من وقتاش انطلق، لانه الناس تستنى كما سمعتوا الزوز اللي عديتوهم معناها المواطنين ومن حق الناس تستنى وقتاش تبدا وقتاش يطلع في التران، لانه الميزه اللي تميز بها المشروع هذا وانه باش يشمل وباش يعطي وباش يحول مناطق معناها ويتعدى على مناطق ذات كثافه سكانيه كبيره معناها، والمناطق هذه عندها اشكال على مستوى النقل العمومي تحبوا ولا نكروا. هذا باش يكون حل كبير من مشاكل النقل. نرجع لك بالنسبه لليني دي اللي هو تونس خلنا من نوبه القباع لمنيله تقريبا وصلت توا الاشغال وصلت تقريبا الى في حدود ال 60%. وكان تعرفوا ثم اشكال علاش تعطل اليني دي، ثم اشكال كبير صار على مستوى وقتها البلدية برضو معناها أخذت قرار في نوفمبر 2019 بإيقاف الأشغال، وصارت سلسلة من الاجتماعات وسلسلة من وحوارات مع المجتمع المدني وكذا، في النهاية وصلنا الحل معهم معناها باش نشوفوا شنو التغيير تاع المسار من الصينية من غادي، وصلنا الحل معاهم، لكن خذا برشا وقت وعطل برشا معناها على مستوى التقدم المشروع. ليني دي ليني او ليني او اللي هو تونس زهور زهروني وسجومي. نهار 25 بدات في جوان بدات ليزيسي هي التجارب. يعني تقريبا وشافوا الناس معناها وشافت العباد وقتها شافت العباد التران بدا يمشي وبدا يجي واحد وبدات ليزيسي معناها بشكل فعلي. يعني تقريبا نجم نقولوا معناها تو في المرحله النهائيه اللي هي مرحله التجارب. واضح. في علاقه خلينا نقعدوا مع الاشكال الشهير اللي صار في بلديه باردو، كان زيد توضح لنا شنو ما اهم تحفظات المواطنين والمجتمع المدني، خاطر حسب ما نعرفوا انه التحفظ الاساسي كان ضد فكره انه يقسموا مدينه باردو الى جزئين، هذا التحفظ الاساسي، واذا كان فما تحفظات اخرى شنو هي؟ هو تقريبا انا التفصيل بالضبط نتاع الحوارات نتاع النقاشات هو على المسار نتاع ميدو في بلديه باردو، ورات وانه اذا باش يتعدى معناها باش تزيد سكه اخرى باش تزيد واحده باش يتقلق المرور معناها وباش يزيد يضيق على الناس. راهو انه يلزم تعمل تونيل اخرى تحت التونيل اللي موجوده معناها في 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 المنطقه هذه اللي هي معناها عمليه صعيبه ومكلفه ياسر معناها. صارت حوارات برشا نقاشات مع المجتمع المدني جمعيات مع الناس اللي موجوده غادي. وصل في النهاية الاتفاق وانه باش تعمل كل خنطرة تتعمل الخنطرة غادي باش يسهل عملية معناها المرور باش يسهل باش يخلي معناها تكون ثم سيولة نتاع المرور. هذه آخر النتائج نتاع النقاشات والحوارات اللي خذات وقت باهي معناها خذات تقريبا أشهر خذات أو أكثر معناها فترة كبيرة خذات. سي جمال باش نجاوبوا على بعض تساؤلات منطقة سيدي حسين، يحبوا يعرفوا علاش أنتم كشركة اخترتوا أنه الخط يقف في مدخل سيدي حسين تحديدا في حي بوقتفة وما يدخلش الداخل، يعني هو متسمي على سيدي حسين في حين عمليا متسكنيها مش باش تنفعوا به. لا خنقول لك حاجة راهو قبل ما يتحط الخط وقبل ما تحط الأريات وقبل ما يتقسم كل شيء راهو ثم اجتماعات سبقت مع المعتمدية مع المحل الهياكل والرسمية المحلية معناها المعتمديات الولات وبحضور الوالي وبحضور معتمدي كل منطقة وثم مجتمع مدني وكذا، وصارت هذه كل راهو معناها حتى التقسيم نتاع المحطات وحتى التقسيم وحتى الأسماء نتاع المحطات كانت راهو بالاتفاق مع الهياكل هذيك الهياكل الرسمية راهو مش الشركة جات وقالت ايه باش نحط لهنا ونعمل هكا ونعمل مش هكا مش وحدها. هو الميزة الباهية في المشروع هذا وانه راهو ما تمش حاجة من غير معناها ما تصير فيها نقاشات وتصير فيها معناها مفاوضات وتصير فيها
جلسات مع الناس المعنيين. معناها مع المجتمع المدني، مع الناس اللي تسكن غادي، مع الهياكل الرسميه اللي موجوده غادي. لكن نقول لك معناها من بدايه المشروع هذا والى حد الان راهو جلسات معناها بالمئات، اذا ما عنديش تقريبا الشيفر، لكن جلسات ماراثونيه معناها وما زالت الى حد الان. لانه ما تنجمش مشروع نموذجي هذايا معناها يلزم ديما تحل باب الحوار، ويلزم ثم يعني الناس المستفيده من غادي انت ابريتو معناها مشروع الناس هذيك، مش مشروع الافير ولا مشروع الاسان سي اف تي. واضح سي جمال، كان نحاولوا نفهم معاك اكثر القطار السريع هذا فاش يختلف بالضبط على باقي القطارات، يعني القطار العادي وشو الاضافه اللي قدمها على مستوى الخدمات؟ هو في برشا ميزات خاصه على مستوى السيكوريتي. السيكوريتي هذه من اخر ما فما معناها على المستوى الدولي والصالون دي نور معناها انترناسيونال معمول بها دوليا معناها في مساله السلامه. القطار هذايا اللي باش يوفروا المشروع هذايا في هي تامين تقريبا عندك يوميا استيماسيون تاع 2 مليون مسافر يوميا في ظروف امنه معناها. القطار ثم كريتو ثم فيديوهات ثم صور معناها وثم حتى في ثم نوع من الرفاهيه من داخل معناها القطار معناها واسع. تعرف هذا الشيء يهز طاقه الاستيعاب نتاع العربه الواحده طاقه او هو القطار في 2200 راكب. 2200 راكب يعوضوا 1700 سياره فرديه. يعني بالشكل هذايا انت سهلت عمليه المرور، ثم تخفيف من الاكتظاظ المروري، ثم على المستوى البيئه معناها الديجاجمون نتاع السي او 2 والديجاجمون نتاع نتاع الكراب انت ربحت معناها وساهمت بشكل وباخر معناها في الحفاظ على نقاوة الهواء. يعني معناها من اخر ما موجود معناها على مستوى التقنيات الحديثه في القطار او القطار هذا جانب. سي جمال، زاد من جانب اخر نعرف تونس الكبرى تعاني من مشكل كبير نتاع اكتظاظ، لو كان توضح لنا شنو هي مساهمه القطار السريع هذا في الحد من الاكتظاظ المروري وفي تسهيل تنقل المواطنين. هاني قلت لك اذا كان احنا نحكيو على سكه راهو يعني في سكه وحده للتران، يعني التران هذا اللي يمشي اللي يهز 2200 واللي يريح واللي يعوض 1700 كهرباء. يعني شوف خليني نعطيك من الحاجات اللي عملتها شركه ترافير في بالك اللي في كل محطه، وبدينا تو بمحطه النجاح وحضرت وتقريبا تعمت على المحطات الكل، ثم باركينج نتاع كراهب عملنا دي باركينج نتاع كراهب وعملنا باركين خضر معناها خضر الاشجار تخضير غادي والاشجار من الحاجات الباهيه في المحطه نتاع النجاح. ثم تزرع اشجار المواطنين يوميا يسقيوهم غادي يكاو بيهم المواطنين. قلت لك نرجع لك لمساله الباركين، يساعد انسان ياخذ القطار السريع يهافط الكهرباء يحطها في الباركين يهافط القطار السريع يربح وقت، يربح كونسوماسيون نتاع نتاع فيود نتاع الليسانس وغيره، ويبعد حتى على الاكتظاظ. حتى بيئيا فما ديزافونتاج يظهر لي سي بالطبيعة. اذا انا نقول لك 1700 كهرباء، شوف انت 1700 كهرباء راه حط في بالك راه ثم اكتظاظ مروري رهيب، وسمعتوا المدخلين معناها وعندهم حق، وسمعت معناها في الرومبونات كيفاش ثم اكتظاظ رهيب معناها على الصباح ولا في ليزور دو بوانت معناها. انت بالمساله بالقطار هذا باش يحل لك مشكله كبيره، وحتى على مستوى الكونسوماسيون وحتى على مستوى التسعيره. انت جبت على التسعيره، انا ثم نقطه يلزمني تنرجع لها مساله التسعيره ومساله اللي ثم سكون المواطنين يسال. هي تتكلف لك اقل، انت اذا كان باش تعرف في تونس العاصمه شوف قداش كونسوماسيون تاع ايسونس معناها وشوف قداش تاخذ وقت. اللي هي استيماسيون تاع السوم قداش باش تكون سي جمال؟ الاستيماسيون يلزم ثم نقطه هنا يلزمها توضاح، هي مش واضحه للراي العام ومش واضحه حتى للوسائل الاعلام، هي مساله الاستغلال. المجلس الاداري نتاع عارف شو جيك المجلس الاداري اللي صار في جوان هذا في 18 جوان جو كروا في جوان 2009 مجلس اداري مضيق قسم واعطى مهام الشركه اللي احدثت في 2017. يعني وليت المهام نتاع الرافاد هي تحضير السكه وتحضير التوسكي انفراستركتور والمحطات و يبقى الاستغلال عند الشركه التونسيه شركه لسان سي اف تي الشيمينو. واضح. يعني الشيمينو هي اللي باش تستغل المشروع. يعني مساله تحديد التسعيره ومساله الاستغلال الفعلي اللي هو اول مواطن نقولوا باش يطلع في التران هي الشركه هذه هي اللي باش تحدده. يعني مع لي ديكسبير بالطبيعه. يعني مهمتكم يعني تكملوا الاشغال في نكملوا الاشغال الحديديه وثم تسلموا المشروع للاستغلال. نسلموا المشروع
توا ثم بيريود معناها نتاع التسليم هذيك اللي هي فيها البيريود دي سي، ثم معطى تقني هو لما حاله ينجم يفيد. هو تعرف في قبل ما تسلم في مرحلة التسليم تاع المشروع ثم تقريبا لازم تراه يعمل 5000 كيلومتر باش تجي ثم لجنة، بعدها لجنة تقنية ولجنة فنية تقول لك راه التران هذا ينجم يهز العباد. هي دي في مرحلة التجارب نحكيو. احنا التاش نتاعنا توا هي في مرحلة التجارب، هي ثم بين الليرافير واللسان سي اس تي، وبعدها بعد ما توفى الفترة نتاع الباساسيون هذه مسألة الاكسبلوتاسيون، مسألة تحديد التسعيرة، مسألة الاستغلال الفعلي، هي أول مواطن يطلع التران هي الشركة الشيمينو، هي اللي عندها اللي هي تعرف تقريبا تعرف ايش صار كيفاش، وهي شركة نجم تحدد لك كل شيء. واضح سي جميل. سؤال حول المسألة الأمنية، هل تم أخذ بعين الاعتبار، هل تم يعني مسألة مثلا البركاجات التكسير والتخريب وغيره، هل تم النظر فيها؟ خاف لك حاجة، هو ترى مجهز بكاميرات وثم قاعة عمليات تقريبا أكيد، معنى كل شركات النقل من هذا المعمول به شركات النقل البري ولا شركات عندها قاعة عمليات، أي حاجة تصير مثلا في شركة نقل تونس ولا حاجة تبدأ تعلم القاعة صار كذا ولا صار كذا. نفس الشيء لسان سي اف تي عندها، لسان سي اف تي عندها أكيد عندها قاعة عمليات لهنا. ثم دوريات، ثم دوريات مع الـ 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 مع الأمن. الأمن موجود، هو حتى في البريود دي سي معناها تلغى الامن ماشي جاي معنا وقتها. انت كان تشوف، خلينا نرجع لك، احنا ما حكيناش على ثم كلام تعدى قالوا زوج مواطنين، قالوا كنا الناس هذه تستنى ولا الحلمه هذه اللي ولات تقريبا ولات واقع. انت لو 25 وقتها تران حط على السكه ومشي تران، كان تشوف معناها الناس الفرحه نتاع العباد والناس تصور وكل معناها شكل ما تصورش معناها راهو معناها الامباكت سوسيال نتاع المشروع هذايا معناها كبيره ياسر، لانه باش تحول منطقه، باش تحيي منطقه معناها اللي كانت تعاني من مشكله، راهو تعاني من مشكله كيما برشا مناطق في تونس تعاني من مشكله نتاع نقل رهيبه معناها. واضح. تلقى انت وحط في، خلينا نعطيك معلومه اخرى، مشروع الرافير هذايا ولا الليلين هذايا الدي والاو، راهو على فكره من في العشر سنين هذوما من اكبر المشاريع اللي موجودة في تونس أكيد على مستوى السكر الحديدية وحتى على مستوى قطاع النقل. سؤال أخير نختم به سي جمال، هو حول ثلاثة خطوط اللي حكيتنا عليهم، خط برص الدرية وخط بير القصر وخط أرينا الشمالية، فعليا وين وصلنا بالضبط في لا ما نحكيوش وين وصلنا، علاش قلت لك تو ثم تفصيل هنا. احنا المشروع ينقسم إلى جزئين، احنا تو نحكيو في الجزء الأول اللي هو الدي والأو، الدي والأو. الجزء الثاني هذاك نكملوا الجزئين هذوما بعد يصير معناها تفاوض مع لي باير دو فون هذوما، وتم استعداد تقريبا معناها مع لي باير دو فون على مستوى الوزارات على مستوى كذا، وياخذ ويتم اتخاذ القرار بالانطلاق وبالترتيب، اتخاذ الترتيب نتاع الانطلاق في الليلين الاخرين، تبدا الدراسات وتبدا كل شيء. اما احنا تو نحكيو ديما في جزئه الاول اللي هو الليني دي والليني او. واضح. حاجه اخرى لو سمحت، كنا تفضل. هي الباهي في المشروع هذا ثم تفاصيل، ثم ناس خدمه المشروع هذه ما تبانش. تعرف اللي فات عشرات معناها ماهوش برشا اللي يخدموا في المشروع، اللي خدموا المشروع هذا من الرافير اللي هما شباب، نسبه معدل الاعمار معناها مش كبيره برشا، يعني الناس هذه اكتسبت خبره وراي تخدم في العطل وتخدم في ال توصل ساعات توصل 24 تخدم باش المشروع هذا اللي كيما قلت لك هو مش مشروع لرافير ولا مشروع لسان سي اف تي، هو مشروع الناس اللي تسكن، الناس اللي بيشترك بغدوه في المشروع واللي هي دعوه من هنا. هو ديجا قال ثم احد المدخلين معناها قال وانه هي انا نضم صوتي لصوته، هي دعوه للمجتمع المدني غادي واللي كانوا متفاعلين معنا وكانوا معناها وثم معناها كانوا موجودين معنا ومتفاعلين معنا اللي نحافظوا على المشروع هذا، لانه في النهايه مشروعهم هما مش مشروع لرافير ولا مشروع لسان سي اف تي، معناها دوام المشروع راهو راحه ليهم هما وسهوله معناها في التنقل وتسيير عمليه تنقلهم يوميا امنه مشيا وجيا. واحنا اساله عن انفسنا ونيابه على كل المواطنين المنتفعين بالمشروع هذا، نشكر كل الناس اللي ساهمت في الانجاز نتاعو.
ورغم معناتها التخريب والسرقه اللي صارت كيف ما تعرف سي جمال في الخطوط هي ما تمثلش الاقليه لانه يعني الناس الكل ممنا بالمشروع اللي تسكن غادي تستنى في المشروع، الناس هذه تبقى ديما اقليه وديما حاله شاذه، واكيد معنا اكيد احنا عندنا ثقه في الناس الموجوده غادي وعندنا ثقه في المجتمع المدني اللي هو يخدم في خدمه جباره معنا سواء كان في الزهور ولا الزهروني ولا السجومي ولا حتى منوبه والقباع والمنيهله اكيد معنا خاطر هما اصحاب المشروع مش احنا اصحاب المشروع. واضح سي جمال، شكرا لك سي جمال فرجيجي المكلف بالاعلام في شركه تونس للشبكه الحديديه السريعه. يعيشك ميرسي بوكو. هكا نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا، نذكركم مستمعينا اللي برنامجنا يجي في اطاره مشروع صحافه الشان العام لمبادره مناظره وبالشراكه مع 5 اذاعات جمعيتيه تنضوي تحت الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي، وهي مندرا اف ام، دريم اف ام، نفزاوة اف ام، عليسه اف ام، وسيليوم اف ام. شكرا على الاستماع والمتابعه، وشكرا على تفاعلكم على صفحات التواصل الاجتماعي. اللايف تنجموا تعادوا تتفرجوا فيه على صفحه اذاعتنا وعلى صفحه مبادره مناظره. حلقتنا القادمه في نفس التوقيت وعلى نفس الاذاعه ثالث سبت من شهر سبتمبر. وكان تحبوا تسمعوا اكثر على موضوع الحرائق الموعد مع امور تهمنا لو بودكاست نهار السبت 28 اوت على صفحه مبادره مناظره، وين باش يكون احمد سيسي زميلنا باش يكون حاضر في البودكاست هذايا مع واحد من زملائنا من إذاعة دريم اف ام وباش يعطيونا أكثر دي ديتاي. في الأخر نشكر الفريق التقني اللي أمن حصتنا اليوم ونقولكم أتخي بيانتو، باي باي.